ولا وليس في قلبي حقد على أحد. كم من الناس اليوم يحملون الأحقاد سنوات طوال على زميل عمل أو على جار أو على قريب أو على رحم. نقول رويدك أيها الحبيب لا يكن قلبك كالإسفنجة يحمل ما لا ينفع، ليكن قلبك كالمرآة كلما وجد شيء من الوسخ مسحناه وزال. وهنيئا لمن ابتعد عن كل شحناء وعداوة.